صباح الخير، معاك كوتش اسماء جويده، فيتنس كوتش برنامج يوم سعيد قناه المحور. النهارده هنعمل تمارين فول ابر بادي للذراع والكتف. نبدا بان احنا هنمسك دامبل اخف وزن 3 كي جي او 2 او 3 كيلو. هبدا اول تمرين، يكون كوعي جنب جسمي بالشكل ده، ابدا اعمل كيرل وانزل. ابدا 1 2 3، تاني بالشكل ده من الجنب، كوي احافظ كوي جنب جسمي، افرد ظهري وكتفي مطرود واطلع 1 2 3 4 5. ده كده لتمرين البايسب. تاني تمرين هيكون للكتف، كتف الجانبي، دمبل هتكون قدامي بالشكل ده، وانا برفع احافظ ان انا دايما كوي في تانية خفيفة واطلع في مستوى كتفي ما ارفعش عنه، تطلع 1 2 3 4. شايفين ايدي بالظبط مستوى كتفي، ما ارفعش فوق خالص، ورست الايد ثابت ما يلفش معايا لفوق بالشكل ده، 1 2 3 4. ثالث تمرين هيكون الكتف الامامي، دمبل قدامي بالشكل ده، واطلع برضو يكون كوي في تانية خفيفة، اطلع 1 2 3 4. برضو ايدي في مستوى كتفي، مرفعش فوق قوي عنها، وانزل 1 2 3 4. تالت تمرين عندنا يكون الرو، هنزل بالشكل ده في ظهري، ظهري يكون مفرود، رجلي فيها تانية خفيفة، دمبل قدامي بالشكل ده وشد. خلي بالي وانا برفع دايما اشد ظهري معايا، سكويز الباك واطلع 1 2 3، وحافظ ان انا دايما بتنفس في التمرين 1 2 3. اخر تمرين معانا النهارده هيكون ترايسب كيك باك، برضو نفس تمرين الرو، هنزل ظهري مفرود بالشكل ده، ركبتي فيها تانية خفيفة، ماسكة الدمبل لورا واطلع كيك بالشكل ده، مرفعش قوي عشان دراعي ما يشدش، طلعها واحدة 1 2 3. دايما ظهري مفرود، كتفي لورا واعمل كيك 1 2 3 4. كده نكون خلصنا فقرتنا النهارده، استنونا في فقرات تانية في برنامج يوم سعيد على قناة المحور.